طبعا ليس كل الليبيون يعولون كثيرا على نعم هذه الجلسات التي تعقدها البعثة الأممية للدعم في ليبيا التي تجاوزت كل الحدود بتنافي وجود مؤسسات منتخبة من الشعب الليبي وقيامها باختيار 75 شخصية ومن ثم 18 شخصية من ضمن هؤلاء لحسم نقاط جوهرية يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذه المؤسسات أو هذه المجموعات التي تم اختيارها هي مجموعات قابلة لأن تكون بديل عن وجود برلمان شرعي منتخب من الليبيين سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم. لا نتوقع، دعينا نقولها بكل مرارة، لا نتوقع أي نتائج حاسمة ولا نتوقع الوصول إلى شيء يرضي الليبيين ولو يخرجهم قليلا من المعاناة التي هم فيها الآن. نعم. طيب هل توافق على أن يكونوا هؤلاء الأشخاص بديلا عن البرلمان الليبي المتصدع؟ طبعا لا شك بأني أرفض ويرفض كل من لديه عقل رشيد. لماذا؟ لأن زي ما قلت لك إن حتى لو اختلفنا مع مؤسسة البرلمان ونعي جيدا بأن هناك تحديات كبرى تواجه شخوصه وتواجه الوصول إلى حلول عملية، لكن انتهاك السيادة بهذه الطريقة وانتفاء وجود البرلمان لصالح تيار الإخوان المسلمين السياسي المؤيد من أردوغان ومن قطر ومن غيرها، هذا مرفوض جدا الذي كل الحركات التي تتستر إسلام لم تجلب إلينا إلا قطع الرؤوس وتصفية علماء والضباط والإعلاميين أقوامها الجيش طيلة الفترة. ما يؤكد هذا الكلام دكتور، هناك تساؤل، الحديث عن جولة غير معلنة لفائز السراج في أنقرة في ظل هذه المحاولات لإحراز تقدم في المسار السياسي على الرغم من أنه لا يعول عليه، هل برأيك سيعاود النظام التركي بوضع العصي في عجلة هذا المسار المتعرقل؟ ليس هذا فحسب، بل أرى أن النظام التركي للأسف يقرع طبور الحرب الآن، فقد استدعى عديد الأقطاب في حكومة الوفاق وعلى رأس السيد السراج ووزير دفاعه ووزير داخليته ورئيس مجلسه الاستشاري، هذا كله يشير بدلالة واضحة إلى قرع طبور الحرب وبقوة. ولا ننسى بأن البعثة الأممية تشير وتغض الطرف في نفس الوقت عن الطائرات التي لم عن النزول محملة بالأسلحة وبالمرتزقة في قاعدة الوطية وفي قاعدة مصراتة الليبيتين، ولا نرى رد أممي ولا رد أوروبا حاسم على هذا. طيب لماذا هذا التناقض من قبل البعثة الأممية تسير في المسار السياسي وتصر على موعد محدد من أجل الانتخابات وفي نفس الوقت تغض الطرف عن الانتهاكات التركية وكما قلت تقرع طبول الحرب؟ للأسف هذا واضح أنهم يسعون إلى تمكين فصيل الإسلام السياسي وعلى رأس جماعة الإخوان المسلمين لصالح تركيا التي لها مصالح، وهي كما نعي جيدا النظام التركي الموجود حاليا هو قفاز أسود للإدارة الأمريكية ينفذ رغباتها سيئة ويمارس معها لعبة السجون السرية والحرب بالوكالة. فالتأثير السيء للنظام التركي الأردوغاني الإخواني لا يوجد تأثيره في ليبيا فقط، بل امتد أثره السيء ليكون عامل عدم استقرار في الشرق الأوسط، في العراق، في سوريا، حتى في الصومال، في قطر، في كل دول التركي. تركيا تأثير غير طامحة ليكون لها قوات واستعادة الأمجاد العثمانية، وهذا وهم لن تقبل به شعوب المنطقة عربا وأكرادا مسلمين ومسيحيين، لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن يعود الاستعمار التركي ونستبدل الاستعمار الغربي باستعمار عثماني بغيض. طيب دكتور، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طلال المهيوب أو المهيوب قال بأن القوات المسلحة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدي والرد سيكون مفاجئا وخاطفا، هل هذا يعني بأننا سنعود إلى المربع صفر ومواجهة عسكرية محتمة بين الجانبين؟ وهذا ما تحدثت فيه أنا وأنت قبل قليل. نعم. أن الاجتماع الذي يعقد الآن في اسطنبول هو اجتماع لأركان الحرب الاستعداد لوضع اللمسات النهائية
بعد استكمال وصول الأسلحة، وما أشارت إليه هنا فرنسا بدلالة واضحة إلى أن تركيا قد جلبت إلى ليبيا إحدى منظومات الدفاع الجوي التي تستعمل حصرا في حلف الناتو وجاءت بها إلى ليبيا. هذا دليل واضح على أنهم يستعدون للحرب، وهدفهم صريح وقالوا أعلنوه سابقا الاستيلاء على الهلال النفطي الذي يعد مصدر ثروة الليبيين جميعا، وإخراجه من تحت سلطة القوات المسلحة إلى سلطة الميليشيات المدعومة منهم. وكيف أن البرلمان التركي قد جدد في الفترة الماضية وجود قوات تركيا في ليبيا لمدة 18 شهرا، فهذا إعلان حرب واضح. أشكرك جزيل الشكر الدكتور باهر العوكلي، أكاديمي وباحث سياسي، كنت معنا من الأبرق.